من هو سيدنا الخضر؟ وهل هو نبي أو رجل صالح أو عالم أو ماذا؟ هل انتابتك الدهشة لهذا الذي جعله الله أكثر علما وحكمة ورحمة من نبي مرسل؟ أتساءلت يوما، لماذا كل هذا الإصرار أن يصل سيدنا موسى لبلوغ المكان الذي سيلاقي فيه سيدنا الخضر؟ لأن هذه القصة تتعلق بعلم، ليس هو علمنا القائم على الأسباب، وليس هو علم الأنبياء القائم على الوحي، إنما نحن في هذه القصة أمام علم من طبيعة أخرى، علم القدر الأعلى، علم أسدلت عليه الأستار الكثيفة، كما أسدلت على مكان اللقاء وزمانه وحتى الاسم عبدا من عبادنا. هذا اللقاء كان استثنائيا، لأنه يجيب على أصعب سؤال يدور في النفس البشرية منذ خلق الله آدم إلى أن يرث الأرض وما عليها. السؤال وهو لماذا خلق الله الشر والفقر والمعاناة والحروب والأمراض، وكيف يعمل القدر؟ البعض يذهب إلى أن العبد الصالح الخضر لم يكن إلا تجسيدا للقدر المتكلم لعله يرشدنا، وأهم مواصفات القدر المتكلم أنه رحيم عليم، أي أن الرحمة سبقت العلم. فقال موسى: هل أتبعك لتعلمني على ما تعرف؟ فيرد سيدنا الخضر أنه لن يستطيع صبرا، فيرد موسى بأنه سيكون صابرا إن شاء الله. هنا تبدأ أهم رحلة توضح لنا كيف يعمل القدر. يركبا في قارب المساكين فيخرق الخضر القارب، وهنا تخيل المعاناة الرهيبة التي حدثت للمساكين في القارب المثقوب، معاناة، ألم، رعب، خوف، تضرع، جعل موسى البشري يقول للقدر المتكلم: أخرقتها لتغرق أهلها. عتاب للقدر، كما نفعل نحن تماما. خلقتني بلا ذرية كي تشمت بي الناس، فصلتني من عملي كي أصبح فقير، لماذا أحببتنا لبعض وفرقتنا؟ لماذا رزقتني بهذا المرض؟ يا رب أنا أستحق كل هذا التعب. وهنا يقول الخضر: ألم أقل لك أنك لن تستطيع الصبر؟ ألم أقل لك أنك لن تفهم الأقدار؟ ثم يمضيا بعد تعهد جديد من موسى بالصبر، يمضي الرجلان ويقوم الخضر الذي وصفه الله بالرحمة قبل العلم بقتل الغلام ويمضي، فيزداد غضب موسى النبي الذي يأتيه الوحي ويعاتب بلهجة أشد. والكلام صادر عن نبي أوحي إليه، لكنه بشرا مثلنا ويعيش نفس حيرتنا، فيؤكد له الخضر مرة أخرى أنه لن يستطيع معه صبرا، ثم يمضيا بعد تعهد أخير من موسى كليم الله بأن يصمت ولن يتكلم مرة أخرى، فيذهبان إلى أهل قرية ويسألوهم عن الطعام فلم يطعموهما، ورأى الخضر أن هناك جدارا على وشك السقوط لميلانه فسواه وبناه ولم يأخذ مقابل عليه. وهنا ينفجر موسى ويقول له: إنك قد علمت أننا جياع وأن أهل القرية لم يطعمونا، فكنت أخذت على عملك أجرا. فيجيبه الخضر: سأجيبك على ما لم تستطع عليه صبرا، وهذا فراقنا. شرا تراه فتحسبه شرا، فيكشفه الله لك أنه كان خيرا، فما كان ظاهر شرا لأصحاب القارب اتضح لهم أنه خيرا. وهذا هو النوع الأول، ونراه كثيرا في حياتنا اليومية، وعندنا جميعا عشرات الأمثلة عليه. النوع الثاني، مثل قتل الغلام، شرا تراه فتحسبه شرا، لكنه في الحقيقة خيرا، لكن لن يكشفه الله لك طوال حياتك، فتعيش عمرك وأنت تحسبه شرا. هل عرفت أم الغلام حقيقة ما حدث؟ هل أخبرها الخضر لماذا قتله؟ الجواب لا، وبالتأكيد قلبها انفطر وأمضت ليالي طويلة حزنا على هذا الغلام الذي ربته سنين في حجرها، ليأتي رجل غريب يقتله ويمضي، ثم يرزقها الله بطفل آخر، وهي لم تستطع أبدا أن تعرف أن الطفل الثاني الذي رزقها الله إياه كان تعويضا عن الأول، وأن الأول كان سيكون سيئا. فهنا نحن أمام شر حدث للأم ولم تستطع تفسيره أبدا، ولن تفهم أم الغلام حقيقة ما حدث إلى يوم القيامة. ونحن عندما نقرأ سورة الكهف نمر على المشهد مرور الكرام، لأننا نعرف فقط لماذا فعل الخضر ذلك، أما هي فلم ولن تعرف هذا إلى يوم القيامة. النوع الثالث وهو الأهم، هو الشر الذي يصرفه الله عنك دون أن تدري لطف الله الخفي، الخير الذي يسوقه لك الله ولم ولن تراه ولن تعلمه. هل اليتامى أبناء الرجل الصالح عرفوا أن الجدار كان سيهدم؟ لا. هل عرفوا أن الله أرسل لهم من يبنيه؟ لا. هل فهم موسى السر من بناء الجدار؟ لا.
هل شاهدوا لطف الله الخفي وكانوا يعرفون أن تحته كنز لهم؟ الجواب قطعا لا. فلنعد سويا إلى كلمة الخضر، القدر المتكلم الأولى. لن تستطيع أيها الإنسان أن تفهم أقدار الله، وذلك لأن الصورة أكبر من عقلك. استعن بلطف الله الخفي لتصبر على أقداره التي لا تفهمهما. ثق في ربك فإن قدرك كله خيرا، وقل في نفسك أنا لا أفهم أقدار الله، لكنني متسق مع ذاتي ومتصالح مع حقيقة أنني لا أفهمها، لكنني موقن كما الراسخون في العلم أن كل ما يأتي من عند الله خيرا. إذا وصلت لهذه المرحلة ستصل لأعلى مراحل الإيمان والطمأنينة، وهذه هي الحالة التي لا يهتز فيها الإنسان لأي من أقدار الله خيرا بدت أم شرا، وسيحمد الله في كل حال عن اقتناع وثقة